بعثة صندوق النقد الدولي اللي بتزور مصر حاليا قد توصلنا معا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن سياسات وإصلاحات اقتصادية شاملة يدعمها البرنامج الجديد لصندوق النقد الدولي مع مصر. والحقيقة إن البرنامج الحكومة إن شاء الله اللي بيدعمه صندوق النقد الدولي بيهدف إلى حماية استقرار الاقتصاد الكلي واستدامة الدين العام وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية اللي بسبب الأزمات العالمية الكبيرة، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، ومضاعفة إن شاء الله الإصلاحات الهيكلية اللي من شأنها دعم النمو وتوفير فرص عمل من خلال القطاع الخاص. ويمكن حضراتكم تتذكروا أن كانت واحدة من أهم توصيات المؤتمر الاقتصادي اللي انتهى منذ أيام قليلة بسرعة يعني الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد، لأنه ده طبعا بيدي رسالة للداخل والخارج أن الأوضاع الاقتصاد المصري إن شاء الله مستقرة وآمنة. وعشان كده اسمحوا لي يمكن حودير الحوار النهاردة والمؤتمر بإني أبدأ في البداية بدعوة الدكتورة إيفانا هولر رئيسة بعثة مصر المكلفة من قبل صندوق النقد الدولي لشرح الملامح الأساسية للبرنامج. دكتور إيفانا. جزيل الشكر معالي رئيس الوزراء، صباح الخير لكم جميعا. نحن سعداء لنعلن أن السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي قد توصل إلى اتفاقية تمتد لمدة 6 أشهر. هذا البرنامج سوف يصل تكلفته إلى 3 مليارات دولار أمريكي من أجل تمويل الموازنة المصرية وتوفير تمويل للشركاء الدوليين والمحليين لمصر. بالطبع الهدف من ذلك هو أن يكون هناك مواجهة للأزمات الخاصة بالاقتصاد الكلي، ومن ضمنها أزمة الحرب في أوكرانيا، ومن أجل أن يكون هناك دعم لمشاركة القطاع الخاص. هذه الاتفاقية سوف تنظر من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قريبا. إن الأزمة الروسية الأوكرانية قد تسببت في أزمات في مختلف أنحاء العالم بما يتضمن مصر. إن صندوق النقد الدولي قد عمل مع السلطات المصرية من أجل أن يكون هناك تعديلات هيكلية من أجل الوصول إلى التزام أقوى فيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بالاقتصاد الكلي، وذلك بالطبع في ضوء الضغوط والتحديات الدولية. اسمحوا لي أنقل شكرا جزيلا الكلمة لمعالي السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي. شكرا دولة الرئيس. First I would like to thank أود أن أشكر بعثة صندوق النقد الدولي على تعاونهم. كل من يحضرون معنا هذا الاجتماع قد بذلوا كثير من الجهود. أيضا أود أن أشكر جميع زملائي، وأنا سعيد للغاية ببداية هذا الأمر. سوف أتحدث باللغتي العربية. الوصول لاتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصري وصندوق النقد الدولي جاء نتيجة مناقشات مثمرة بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي، والذي اتفق فيه الطرفان على حسبة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني. سيعزز ذلك الاتفاق من استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخرا. وعلى جانب السياسة النقدية، بدأ البنك المركزي المصري في تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سوق الصرف، بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري. والبنك المركزي يستهدف إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو تدريجي ومستدام، حيث تم تصميم البرنامج بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية في كل من 4 سنوات القادمة. وإن شاء الله احنا بنستهدف على الأقل مضاعفة الاحتياطي بتاعنا في هذه الفترة. ولقد أعلن البنك المركزي المصري اليوم أنه سوف يتم تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، ما
مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وسوف تهدف السياسة النقدية إلى خفض التضخم تدريجيا حتى يصل إلى حدود التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي، والتي سوف يتم الإعلان عنها نهاية العام إن شاء الله. كما أعلن البنك المركزي على أنه النهاردة أصدر البنك المركزي قواعد منظمة لعمليات الصرف الآجلة وعمليات عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم، ودي بقى دام الأدوات اللي هتسمح للسوق وللأعمال إن هي تتعامل مرونة سعر الصرف. كما قام البنك المركزي اليوم بإعلان تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 22 والخاصة باستخدام الاحتمالات المستدية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء بالكامل لها قبل نهاية العام، حيث تم رفع مبلغ الشحنات السابقة استثناءها من تطبيق تعليمات البنك المركزي باستخدام الاعتمادات المستدية ليصبح 500,000 دولار بدلا من 5,000 دولار. شكرا للمتابعة. شكرا معالي المحافظ، واسمحوا لي يعني انقل الكلمة لمعالي الدكتور محمد معيط وزير المالية عشان يتكلم عن الجزء الخاص بالسياسات المالية. شكرا جزيلا دكتور الرئيس، ويعني في اطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي واللي هو بيتضمن تمويل في حدود 9 مليار دولار، 3 مليار دولار من الصندوق ومليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة و5 مليار دولار من الشركاء الدوليين. هترتكز السياسة المالية في مع البرنامج صندوق النقد الدولي على تحقيق مستهدف خفض الدين الحكومي لأقل من 80%، وأيضا ضبط احتياجات التمويلية الإجمالية، وأيضا الاستمرار في سياسة الضبط المالي على المدى المتوسط من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل وتحسين كفاءة وفعالية وتدرج النظام الضريبي عن طريق زيادة القاعدة الضريبية والاقتصاد ضم الاقتصاد الغير رسمي لتحقيق فائض أولي مستدام، وأيضا تخفيض عجز الموازنة. أيضا هنستمر في الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة اللي هتهدف إلى زيادة تحسين تكوين الموازنة العامة وتعزيز الحوكمة والمساءلة والشفافية ودعم أهداف التخفيف من أثار تغير المناخ. أيضا هنستمر في تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال تبني حزم متعددة من إجراءات الحماية الاجتماعية، والتي أيضا يمكن خلال الفترة اللي فاتت الحكومة أعلنت على عدد منها في شهر إبريل وفي شهر سبتمبر ومؤخرا وامبارح وبالأمس مؤخرا، وده اللي هو في إطار السياسات المالية للبرنامج مع صندوق النقد. شكرا جزيلا. شكرا معالي الوزير، وانقل الكلمة لمعالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتتكلم على الجزء الخاص بالإصلاحات الهيكلية. شكرا دولة الرئيس. طبعا البرنامج الخاص بصندوق النقد الدولي بيدعم جهود الدولة المصرية في خطة الإصلاحات الهيكلية اللي أطلقتها الحكومة من أجل الاستفادة من إمكانيات مصر ومقاوماتها العديدة عشان نقدر إن احنا نبقى بنحقق نمو مستدام ونعزز التنافسية وقدرة الاقتصاد المصري. برنامج بيشكل زي ما حضراتكم عارفين بشكل أساسي على زيادة الجزء المكون الإنتاجي وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على التصدير، بالإضافة إلى إفساح المجال للقطاع الخاص اللي يقوم بدوره الأساسي في دفع عجلة التنمية وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة. وده كان أيضا أحد التوصيات الرئيسية اللي كانت في النقاش، كان هدف المؤتمر الاقتصادي وكانت أيضا مخرجات المؤتمر الاقتصادي. يعني مما لا شك فيه طبعا أن هناك جزء خاص أيضا بالإصلاحات المؤسسية لتعزيز الشفافية. كل الإصلاحات دي هدفها أنها تدعم قدرة الاقتصاد المصري وأن احنا نبقى يعني نوسع القدرة ونصلح كل الاختلالات الهيكلية اللي الاقتصاد المصري كان بيعاني منها على مدار سنوات طويلة. شكرا. اسمحوا لي طبعا يعني في ختام الكلمات دي اولا ان انا اوجه الشكر طبعا لدكتورة هولر من صندوق النقد الدولي، وايضا زملائي معالي محافظ البنك المركزي ومعالي وزارة التخطيط ومعالي وزير المالية. والحقيقة ان الاعلان النهاردة عن الوصول الى هذا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
الحقيقة يعني كان وراء جهد شاق جدا من المفاوضات اللي كانت بقالها فترة، والحمد لله ان احنا نجحنا اليوم في الوصول الى اتفاق الخبراء اللي هي تعتبر خطوة أساسية في اتمام البرنامج الجديد. وعايز أكد ان يعني كل اللي احنا سمعناه النهاردة هو جزء من التوصيات اللي كان المؤتمر الاقتصادي قالها. المؤتمر الاقتصادي اتكلم على يعني ضرورة يعني ان يبقى فيه هناك سياسة مالية ونقدية واضحة، سرعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، اطلاق حزمة اجتماعية، حزمة من الحماية الاجتماعية الجديدة، واللي كانت تكليف من فخامة الرئيس للحكومة انها تسرع ب يعني اعلانها. فالحقيقة النهاردة احنا الحمد لله بنتحرك نحو يعني الوصول الى هدفنا، ان الاقتصاد المصري في ظل الازمة العالمية الغير مسبوقة واللي العالم كله ما شافهاش مرة اخرى، وباكد على هذا الموضوع، ان الاقتصاد المصري يبقى بيحقق حالة استقرار ويبقى قادر على الصمود في خلال الفترة القادمة ان شاء الله. انا باكد ان البرنامج طبعا زي ما اعلن زملائي، الصندوق الحقيقة حدد مبلغ 3 مليار بالإضافة إلى مليار آخر من صندوق الاستدامة اللي تم إنشاؤه جوه الصندوق النقد الدولي أيضا، ده بالإضافة إلى حوالي 5 مليار دولار هتبقى بتقدمها الدول الشريكة في التنمية وأيضا المؤسسات الدولية الأخرى، يعني بنتكلم في حدود 9 مليار دولار هتبقى عشان تساعد الدولة المصرية في خلال الفترة القادمة بإذن الله. أنا بشكر حضراتكم جميعا وشكرا، وإن شاء الله كل الخير بإذن الله. شكرا.